بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحاضر الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم وأجدد لكم التحية مرة أخرى، ورحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات الصباحية المميزة بانطلاقة الشوط 16 لفئة الحقائق القعدان. ينطلق من مسافة 3 كيلومترات حاملا بطياته هذه الشعارات المميزة الحاضرة التي تريد أن تتوج بناموس ولا أروع على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، بهذه المنافسات المميزة. نبدأ بعد المراكز ومع الصدارة مباشرة. أول المراكز براق لطالب بن محمد بن هادي بن هليل مع المقدمة والصدارة مباشرة، ينفرد في مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني يتابع القادم في هذه المنافسة يتواجد المهيب عبد الرحمن بن محمد بن علي بن صرير المري، يتواجد على المركز الثاني. المركز الثالث الذي تسلل بدوره الى المركز الثاني يتواجد مبرش لنواب بن هادي بن حمد البريدي، يتواجد على المركز الثاني. المركز الثالث يتابع انجوي لناصر بن سعيد بن عبد الله بالحول المري، مشاركا مع انجوي، مستمتع بالحول بهذه المنافسة بتواجد انجوي على المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدينا الكرام مستمعين الافاضل، وتابع الاسماء والشعارات الحاضرة في هذا التحدي الكبير، يتقدم حوران عبد الهادي بن سيف بن فهد آل سيف الخيارين، يقدم لنا حوران على المركز الرابع. المركز الخامس شعارك يا ابو ربيعة حاضر في هذه المنافسة المميزة بتواجد دينار ثاني بن بخيت بن صالح بن صقران الكواري، يتقدم مشاركا على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدين الكرام مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى التي يتمتها على مسامعكم في هذا التحدي وبهذا المسار المميز. تابعنا الأسماء كبيرة، تابعنا التحدي الكبير في هذا المسار المميز مع هذه المنافسة الجميلة. نتابع الصدارة ونعود مباشرة مع انطلاقة مبلش الذي سار وانفرد وانطلق وتسلل الى المقدمة بقيادة نواب بن هادي بن حمد البريد المري، يتواجد في المقدمة وانطلاقة الصدارة، بينما المركز الثاني براق طالب بن محمد بن هادي بن هليل. المركز الثالث حوران يتواجد بقيادة عبد الهادي بن سيف فهد آل سيف الخيارين وسعد بن عبد الله الوهيبي في المتابعة والتضمير. المركز الرابع أتابع دينار لثاني بن بخيت بن صالح بن صقران الكواري، بينما هنا بالربيع بن مخيزيم شعارك يا بن مخيزيم قادم مع لاضي محمد بن ربيع بن عبد الله بن خزيم المري، يتقدم بهذه المشاركه باول نداء مباشره، وصل الى موقع التحدي والمنافسه بهذه المشاركه المميزه. هذه نتيجه للاسماء المتقدمه المحاصره في دائره النداء المتواجده في هذا التحدي الكبير. شعارات مميزه، اسماء لامعه حاضره في هذا التحدي. البريدي على القياده والرياده بانطلاقه مبلش ما مع مقدمة الشوط، نواب بن هادي بن حمد البريد المري، بينما بن صفير غادم مع المهيب عبد الرحمن بن محمد بن صفير المري غادم على المركز الثاني. المركز الثالث لاضي محمد بن ربيع بن عبد الله بن خزيم المري، ولكن نعود مع البداية، نعود مع هذا التحدي الكبير، مع هذا الإبداع والإمتاع. مبلش 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 أبلشهم وانتزع الناموس وحقق هذا الانتصار. نواب بن هادي بن حمد البريد المري ينتصر بهذا التحدي، يفوز بناموسي هذا الشوط مع هذا التحدي الكبير والانفراد المميز بأداء ولا أروع بحضور جماهيري مميز رفقتي. هذا الشعار شعار البريدي، هنا مبلش ينتزع الناموس. تهانينا ومبروك لنواب بن هادي بن حمد البريد المري على هذا الفوز وانتصار المركز الثاني. المهيب عبد الرحمن بن محمد بن صرير المري المركز الثالث، دينار ثاني بن بخيت بن صالح بن صقران الكواري المركز الرابع. المركز الرابع فجاج حمد بن علي بن سلام الهاجري. المركز الخامس لاضي لمحمد بن ربيع بن عبد الله بن مخزيم المري. هكذا مشاهدينا الكرام
مستمعين الافاضل تابعتم معنا المنافسة والتحدي في مسار هذا الشوط، فكان مبلش حاضرا من البداية في هذه المنافسة، فتوج عند خط النهاية بناموسي هذا الشوط. تهانينا والف مبروك لنواف بن هادي بن حمد البريدي المري على فوز مبلش وتحقيق للانجاز. 4 دقائق 30 ثانية، 56 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني جاء المهيب بتوقيت جبنة وغدرة من مسافة 3 كيلومترات، 4 دقائق 32 ثانية، 40 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الرحمن بن محمد بن علي بصري المري على فوز المهيب في المركز الثاني. المركز الثالث جاء دينار في المركز الثالث بتوقيت جمري وغدره، 4 دقائق 36 ثانية، 48 جزء من الثانية. تهاني الناموس للثاني بن بخيت بن صالح بن سقرا.